هنا في منطقة كرم الميسر في حلب تستعد مجموعة من كتيبة زيد ابن حارثة التابعة للجيش الحر للهجوم على مطار النيرب العسكري الذي يسيطر عليه الجيش النظامي في حلب ويقع على بعد نحو 3 كيلومترات من هنا. في هذه العملية يجرب الثوار لأول مرة مدفعا صنعوه بأنفسهم من حديد الدبابات وحتى القذائف صناعة يدوية. الله أكبر. طبعا هذه العملية مجرد هجوم عشوائي هدفه كما يقول الثوار إرباك حركة المطار ومحاولة وقف طلعات الطيران الحربي للجيش النظامي. لكن من الصعب السيطرة على المطار في مثل هذه العملية لأن مساحته كبيرة جدا. بعد هجوم الثوار من المتوقع أن يأتي رد فعل الجيش السوري النظامي سريعا وسينسحب الثوار من هذا الموقع. سمير حسن، الجزيرة، حلب.